عبد الحليم حافظ، اعذب الاصوات واجملها. عبد الحليم حافظ، عندليب الغناء. الواحد ممكن يقول للدكتور انا اموت وما تقوليش ما تغنيش، فما فيش يوم ابدا هتسيت او ندمت على ان انا فنان ابدا، لانه الفنان بيسعد الناس، والناس اللي مؤمنة بده قليلين في الفنانين، يعني يمكن انا واحد منهم. انا يهمني جدا انه انا اكون سبب في ان انا اسعد الناس. ولا ننسى حبايبنا، اعز الناس حبايبنا، اعز الناس حبايبنا. عبد الحليم حافظ وذكريات اعز الناس مع وجد الحكيم. سنين وسنين تفوت ما نحس بوجودها ولا وجودنا، ولحظة حب عشناها نعيش نعيش العمر تسعدنا. الإنسان دايما بيعيش عشان يكافح في الحياة ويشق الطريق اللي هو رسمه لنفسه أو لشخصيته. فأنا بتصور أنه كل إنسان لازم يتعرض لأيام كويسة وأيام وحشة. يعني عبد الحليم حافظ المشهور اللي الملايين بتحب تسمعه وتحب تشوفه، ده في أيام ما بتحبش تفتكرها؟ آه طبعا، يعني مثلا ما بحبش أفتكر اليوم اللي اتولدت فيه. ده أول الأيام يعني؟ آه. ولو أنك لم تعي يعني؟ ما وعيتوش، لكن لما كبرت وعيت أنه أنا مثلا والدتي ولدتني وبسبب ولادتي توفت. فده يوم لا يمكن أقدر أنساه ولا يمكن أقدر أحبه. يعني يوم عيد ميلادك ما بعملوش؟ ما بتحتفلش بيه خالص؟ لا خالص. خالص ما بحتفلش بعيد ميلادي خالص. بتقضيه إزاي؟ ما اعرفش، يعني بقضيه زي وزي الايام العاديه دلوقتي طبعا، لانه الانسان اذا مشي على طول يفضل متصور حاجه، هي بتقفز طبعا الى ذهني للحظات في نفس اليوم الذكرى دي، لكن بنحيها، لانه الانسان مش ممكن يعيش على حاجات مضت. يعني حقيقه انت في اليوم ده بتنزوي عن الناس وبتبعد عن الاصدقاء وتخشى ان يتعمل لك احتفال بعيد ميلادك؟ يعني هو مش عدد كتير او اللي يعرف عيد ميلادي، وبعدين ما بحبش اعمله. يعني اي حد بيحاول ان هو يعمل لي عيد ميلادي او يقدم لي هدية او اي حاجة، لا بقبل الهدية ولا بحب اعمل عيد ميلادي. طفل صغير وقفني نظر المدرسة على تختة، يعني على دكة من الدكك الصغيرين كده هوت، علشان خاطر أغني نشيد المدرسة كلها مش حافظاه وأحفظه له. المدرسة دي في الزقازيق، وحوالي يمكن كان فيها حوالي يمكن 2000 طالب. تصور أنت طفل صغير وبيحفظ نشيد لـ2000 واحد، وبعدين كلهم واقفين بيسمعوا، يعني هم مش ما يهمهمش الحفظ قد ما بيسمعوا. كانت نبوءة مبكرة من الناظر في الوقت ده؟ لا، هو لأن أنا كنت حافظ النشيد بس ما كانش في علاقة، لا ولا كان في أي إحساس بالغنى أو أي حاجة. أبدا كان الناظر بيطرب في الوقت ده لأغانيك؟ كان بيطرب للأغاني اللي أنا بغنيها، اللي هي الأناشيد. وأنا كنت رئيس قسم الموسيقى ورئيس قسم التمثيل في المدرسة. فاكر النشيد ده؟ والله مش فاكره قوي استاذ وائل، او جزء صغير منه كده، يمكن كان لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، ان رمى طهر سهام
أتقيها بفؤادي واسلمي في كل حين. ده اللي هو بتاع أذن سفر علي، الله يرحمه، أستاذ سفر علي. الفترة دي من حياتك بتفتكرها النهارده كمطرب؟ يعني يمكن لو أي واحد عادي مرت في حياته إنه بيقف هو يحفظ الطلبه الاناشيد كان يبقى شيء عادي، انما يمكن بتقفز بحكم انك بقيت مطرب النهارده، بتتصور نفسك في الفتره دي ما كانش هو بيخطر على بالك ابدا؟ هو يعني شوف يا استاذ وجد، الواحد انا ما تصورتش نفسي اياميها ان انا كنت بعلمه، انا كنت بقول النشيد عشان يحفظوه بس. فتصوري انا دلوقتي كمان ان انا بقول الغنوه علشان خاطر يعني اسعد بيها الناس وان الناس تحفظها او ما تربيتها. سالتش انت نفسك في يوم من الايام اشمعنى انت كنت الوحيد في المدرسه اللي حافظ النشيد؟ لا طبعا سالت نفسي، لانه انا كنت بحب الاغاني وبحب اغني، وكل المدرسين وكل الاطفال في المدرسه بيقولوا لي انت صوتك حلو. وبعدين صوتي حلو ده جاي كمان وراث، يعني انا ابويا كان صوته حلو على ما سمعت، انا برضو كمان ما شفتش ابويا، واسماعيل اخويا صوته حلو، محمد اخويا صوته حلو، وعليا اختي صوتها حلو، كلنا صوتنا حلو، لكن يعني احنا الاثنين انا واسماعيل اللي احترفنا الغناء بس. بس نقدر نقول ان في يوم لازمك فيه سوء حظ بتفتكره؟ طبعا في سنة 52 لما ابتديت اغني على المسرح في اسكندرية، ما اعرفش هو سوء حظ ولا سوء فهم، يعني ما هو قطعا الانسان لما بيطلع بيغني اول مرة والناس متعرفوش، وبعدين متوقع انه يغني اغاني زي الاغاني الموجودة، فانا غنيت بطريقة تانية خالص وتفكير تاني خالص، نتيجة للدراسة اللي انا درستها في العمر ده كله، كانت مفاجأة بالنسبة لي إنه الناس ما قدرتش تفهم اللي أنا بقوله، بالعكس دول قالوا لي انزل وقعدوا هيصوا عليا وكده. دي ده لحظة أو يوم فشل ولا يوم سوء حظ تعتبره يعني؟ ما أعرفش، أنا أقدر أعتبره يوم حسن حظ. حسن حظ رغم كل ده؟ رغم كل ده ليه؟ لأنه ربى فيا الإصرار والعناد على إن أنا أواصل طريقي يعني في الاتجاه ده. يعني حسيت زي ما تقول جالي انا احساس ان مش انا اللي غلطان، يمكن الناس هي اللي غلطانه. ما قلتش الناس هي الغلطانه، قلت يمكن هم اللي غلطانين. وبعدين قعدت انا بيني وبين نفسي استعرض نوع الغنى الموجود في وقتها، لقيت انه فعلا يعني الناس عندها حق. لما تيجي تطلع الناس من مرحله الى مرحله تانية في الاداء وفي التلحين وفي الكلمة، تبص تلاقي انه ما بتبقاش سهلة انه الناس تتقبلها بسهولة. سميته من هنا حسن حظ في ايه؟ سميته من هنا حسن حظ في ان انا اتربت عندي او اتربى عندي الاصرار على انه لابد ان انا اكافح من اجل انه هذا اللون يستمر. ليه؟ لانه يعني احنا زي ما تعلمنا في الموسيقى واطلعنا على الأوبرا والأوبريتات والأغاني الغربية، لقينا إنه البساطة هي اللي الطابع اللي بيجمل فعلا، وخصوصا بعد وجود الميكروفون اللي بيجمل للغنى. يعني أنا أصرت إن أنا أو خدت على عاتقي إن أنا أبسط الغنى للناس، ما عقدوش، يعني تخلي الناس تغني بسهولة أكتر، بسهولة أكتر، وإنه كل واحد يحس إنه يقدر يغني. ده كان متمثل في أغنية صفيني مرة، كان متمثل في أغنية اللي صفيني هي مرة. اللي هي لازمك فيها الفشل الجماهيري. لا هو أنا في اسكندرية أنا غنيت صفيني مرة، وغنيت بتقول لي بكرة، وغنيت ظالم، وغنيت على قد شو، كل الأغاني دي غنيتها وفشلت. مرة كنت ملحنها لمطربة كانت بتشتغل معايا في المحلات الملاهي الليلية وقتها، اسمها زينب عبد الله يمسها بالخير، إنسانة كانت مطربة كويسة، وكنت أنا متخصص في وضع الألحان لها في هذا المكان. فكانت صفيني مرة إحدى الألحان، أحد الألحان اللي كانت بتغنيها زينب في هذا المحل يعني. اعتذرت هي الغناء بعد كده
وفضلت الأحيان معايا مع سفيني مرة وبتقول لي بكرة، وكانت أغنية أخرى اسمها أكتب لجوابات غنتها الفنانة ليلى مراد بعدين. فالدور الأنبياء بحلم معايا أن أنا جديد وهو جديد، فنفسي حد يغني لي سفيني مرة وواحد مشهور يعني. فمشي معايا مرة عند عبد المطلب ومرة عند عبد السروبي ومرة عند عبد الغني السيد إن يسمعوها ويقبلوا على أخذها ما كانوا يعني بيطنشونها يعني، لغاية ما عبد الحليم اتغاظ قال الله. ومع كل ما اروح لحد ما يقوميش باللحن ليه؟ طب والله لم غنيها أنا. وكانت إنه غناها وكانت بدايتنا احنا الاثنين. اسأل نجوم الليل تشهد على حالي وما تغيب. في معهد الموسيقى تعرفت بكمال الطويل وبقينا أصدقاء جدا، وقررنا ان احنا نسافر اسكندرية. طيب يا سيدي، كل واحد فينا معاه اللي معاه 90 قرش واللي معاه جنيه ولا بتاع، وسافرنا اسكندرية. وتحت ونزلت عند كمال في شقته في اسكندرية، لأنه كمال اسكندراني. فنزلت في شقته وتحت البتاع ده بقال تحت الشقة يعني في العمارة. تحت في العمارة فده بتاع السلف يعني على النوتة. واخد بال حضرتك؟ ومعانا، لكن جاء الفلوس اللي معانا خلصت بقى يعني، بعد 3 أيام كانت الفلوس خلصة. ف عشنا بالظبط حوالي يمكن 3 أسابيع على الجبنة والتونة والعيش، عشان ما البقال مفيش، لأنه البقال ما عندوش فول كمان يعني 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 ما بيبيعش فول. فعشنا كده. وبعدين كمال كمان طلع غنوة قال لي: يا اسكندرية صبرك عليا، ما راحت فلوسي ضيعت المهية. وقعت في ورطة قوية ولحنها وكنا بنمشي نغنيها وكده. أول لقاء مع عبد الحليم كان مشكلة أن يكون له لحن خاص به، وأن الملحنين اللي كانوا على يعني لهم اسم كانوا بيرفضوا تماما التلحين لعبد الحليم على أساس أنه ما هوش اسم مشهور. فعبد الحليم قال إحنا مش هنبقى تحت رحمة الملحنين الكبار، وتعال إحنا نشتغل. فكانت البداية قصيدة اسمها لقاء للشاعر المرحوم صلاح عبد الصبور. وانا حتى وقتها قلت لعبد الحليم، قلت له مش معقول يا عبد الحليم اول ما نبتدي اغنيه للناس نبتدي بقصيده ويعني وانت لسه مش معروف، وانا برضو يعني عملت لي لحنين، لكن يعني مش مساله ان الواحد يجازف بالشكل ده. فهو بقى يعني ايه، كان تملي فعلا بيهدف الى انه يقدم الشيء المهم. طبعا عملنا تجربه ما لقتش النجاح الواجب كما كنا نتصور، يعني احتفى بها الاخوان الموسيقيين لكن الجمهور ما كانش متقبلها قوي، وان كان انتبه اليها فيما بعد. معلش انا بتكلم دلوقتي على اساس البدايه الاولى. فطبعا كان ضروري ان احنا نلحقها بواحده بقى يعني يكون لها صدى فعلا. فكنت انا ابتديت اعمل مطلع كده، كنت يعني زي عاده الملحنين لما بلاقوش كلام عندهم يقوموا يخترعوا كلام من عندهم، كلمتين كده في مذهب ويعني ويعملوا. فعملت كلمة على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، وطلع المذهب مش بطال. فلجأنا للشاعر أخونا المرحوم محمد علي أحمد وعملها وسجلناها، وكانت يعني نجاحها الحقيقة كويس. أستاذ كمال طويل، يمكن حادثة سفرك للإسكندرية وتلحينك لغنوة هناك برضو من الذكريات اللي تعتز بيها مع عبد الحليم. ده شيء مضحك الحقيقة، لأن إحنا طلبة في المعهد، أنا كنت طالب وفي نفس الوقت كنت موظف، كنت رسام، وبالتالي كان عندي مرتب. فاستضفت عبد الحليم في اسكندرية، كان ليا شقة هناك، ونسينا نفسنا ففرتكنا المهية في 10 أيام، وقعنا في مأزق شديد جداً انه بقى ننهي الصيف يا نشوف لنا صرفه. حتى انا وقتها عملت غنوه لفتها اسمها يا اسكندريه صبرك عليا، ما راحت فلوسي وضيعت المهيه وبقينا في ورطه قويه، كلام كده. ما لحنتش الكلام ده يا استاذ كمال؟ لحنته، لكن هو المساله الاهم من ده ان عبد الحليم بقى
متصور ان احنا بقى يعني شيء مهم. واظن ذكرت في الواقع دي اكتر من مرة انه قال لي طب ايه يعني رأيك يعني احنا انت ملحن كويس واحنا نقدر نجيب فلوس كتير قوي. قلت له ازاي يا عبد الحليم؟ قال لي يا اخي مين اشهر واحد بيشتغل في اسكندرية دلوقتي؟ فانا ضحكت قلت له شكوكو. قال لي خلاص يبقى تلحن شكوكو. قلت له يا عبد الحليم ما تبقاش مجنون. قال لي اسمع بس كلامي. فطبعا احنا ما رناش حاجة يعني طلبة وبنتمشى على الكورنيش ووصلنا الى المحل اللي بيشتغل فيه الاستاذ محمود شكوكو، مش عارف كان اسمه ايه وقتها، الكتكات باين ولا مش عارف ايه. المهم من المحلات الشهيرة في كورنيش اسكندرية. وعبد الحليم بقى بالجسارة بتاعته دي قال للراجل على الباب احنا عندنا معاد مع الاستاذ محمود شكوكو. دخلنا جوه سألنا على الاستاذ محمود شكوكو، قال لي مين حضراتكم؟ فقال له انت بتعرفش الاستاذ كمال الطويل الملحن المعرفش الواعد الموهوب الكذا كذا؟ قال له لا والله يا استاذ ما سمعتش. فقال له لا ده انا جايبه لك علشان خاطر يعني تستفيد قبل حد غيرك ما يكسبه. قال له طب سمعني. فعبد الحليم معرفش مش فاكر سمعه ايه حاجه من الالحاني. فقال له ايه الغنى الخواجاتي ده يا استاذ؟ انا ما باخدش كلام من ده. دارت الايام وفوجئت بالاستاذ محمود شكوكو. كان بنقعد في كوبري اسمه كوبري الجلاء اللي هو مطرح الشيراتون دلوقتي، مجموعه فنانين كانت تملي تقعد هناك. ففوجئت بالاستاذ محمود شكوكو بيقول لي والله ده احنا عاوزينك ضروري جدا، في ناس عاوزينك. عاوزيني فين؟ قال لي هنا في العوامه اللي تحت دي، كان قدام الشيراتون في مرسى كده. فنزلت اشوف ايه الحكايه، لقيت فلوكه وفيها اتنين ثلاثه. قلت له ما اعرفش مين جوه ده. قال لي بس انزل. نزلت اشوف ايه الحكايه، لقيته بيقول ايه سوق يا اسطى، سوق يا اسطى، اطلع يا اسطى. ايه اطلع فين يا محمود؟ قال لي علي الطلاق، ما انت ماشي من هنا الا متلحن لي غنوه. ونسي وقعه اسكندريه. ونسي وقعه اسكندريه. وايه بقى والغنوه كان اسمها ايه؟ احلف لك بشرفي وبمامتي وبابايا، فاكر انا الحكايه، بتدوس على طرفي لاعمل لك جنايه ولا بتاع. فانا بقى اولا بترعب من وفلوكه فيها اربع اشخاص وعماله تتهز، لكن لحنت الغنوه فعلا، راجل حلف طلاق وطبعا ولحنتها. وانا يعني ايه، هو عمل بروفا وحاجات كده، انا ما اعرفش ما كان مصيرها ايه. اخي عبد الحليم، ما زال صوتك واسمك هو اكبر الاسماء واحسن الاصوات. الغناء في مصر ما زال هو غناء عبد الحليم حافظ. كل الذين كانوا يدعون أن عبد الحليم حافظ ستار يحجب عنهم الشهرة ما زالوا محلك سر. كمال الطويل. الشباب الغالي ضيعته، أنا جي في الهوى اسمك وأملي لما صورت غالي علي وضي علي، ارحم عذابي معك. علي الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم أنا يا معيوني علي سألوني ويا ما بنت ألم. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. فنان الملحن بليغ حمدي لما يقعد كده بينه وبين نفسه ويمسك العود ويعمل ألحان يحس انه مفتقد وجود عبد الحليم. اكيد مفتقد انسان فنان ذكي فاهم كل شيء بفكر فيه وعايز اقوله. يا
يعني انت قعدت مده متاثر بطبقه صوت عبد الحليم في الحانك؟ مش مشكله متاثر، يعني اشتركنا في اعمال كتيره وكبيره، وكان تركيزي كله في اعمالي. ايه اللي اقدمه جديد من خلال صوت عبد الحليم؟ ولا ننسى حبايبنا، اعز الناس حبايبنا، اعز الناس حبايبنا. عبد الحليم حافظ وذكريات اعز الناس مع وجد الحكيم. سنين وسنين تفوت، ما نحس بوجودها ولا وجودنا، ولحظة حب عشناها نعيش العمر تسعدنا. سنين وسنين تفوت، ما نحس بوجودها ولا وجودنا، ولحظة حب عشناها.